الصفحات الأولى للجرائد المصرية النهاردة مسيطر عليها التفاصيل بتاعت الاجتماع بتاع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة والتصريحات اللي خرجت من هذا الاجتماع. اليوم السابع قالت فيه الرئيس في اجتماع مفاجئ مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيقول لن نتخلى عن الأشقاء في الخليج، والسيسي بيقول باب المندب قضية أمن قومي وسنقتلع الإرهاب من جذوره، وإن الوضع في اليمن الآن يختلف تماما عن حرب الستينات، وإن الأحداث الإرهابية لن تثني رجال مصر عن تأمين الوطن، والمجلس نتوعد بالقصاص لدماء الشهداء. ده آخر جزء كان في البيان موجود. الأمر الثاني اللي كان مسيطر برضو على اليوم السابع هو أسرة مبارك وعودة أسرة مبارك القفص مرة تانية بالبدل الرسمية في قضية الأصول الرئاسية، وكان في شهادة النهاردة أو من شهود النفي المستشار أبو الوفا رشوان سكرتير الرئيس اللي اتكلم وقال إن مبارك في الفترة الأخيرة من حكمه كان في أمور بتحصل جوه القصر الرئاسي لم يكن يعلم عنها أي شيء، ومتشكرين جدا على الشهادة دي إنه بغض النظر عن أي حاجة، عشان بس الناس بترجع تتكلم تاني عن زي مبارك. لو أنا عندي رئيس في آخر فترة حكمه ما كانش يعرف إيه اللي بيحصل في بلد يبقى ما يستاهلش يقعد ولو ساعة واحدة، ولو ساعة واحدة. في التحرير برضو نفس الأمر كان مسيطر على الصفحات الأولى للجورنال التحرير، لكن من وجهة نظر تانية خالص، وجهة نظر تحليلية، وأنا لا أحبذ هذا التناول في الأيام دي وهقول لكم ليه بعد شوية. قال لك السيسي يلوح بتدخل بري في اليمن. الكلام ده ما جاش ولم يرد على الإطلاق، يعني مفيش حتى إشارة، لأن هتلاقي العنوان اللي موجود في الأخبار مخالف لده. بس خلينا نكمل الأول، هم قالوا ليه الكلمة دي؟ هم ليه استنبطوا فكرة إن هو بيلوح بتدخل بري في اليمن؟ قال لك مؤشرات تؤكد قرب العملية. وأنا مش عارف هنا إذا كنا في الظرف الصعب ده خصوصا على الصعيد العسكري، هل يجوز لينا إن احنا نستخدم لعبة المؤشرات والمصادر المطلعة والتحليلات والكلام ده؟ معرفش، بس أنا بشارك يعني حضراتكم، بشترك معاكم وتقولوا لي برضو أنتوا قلقانين من الحكاية دي ولا موقفين؟ يعني هل ده وقت المصادر المجهلة؟ ما أعتقدش. أو وقت فكرة المؤشرات اللي ممكن تختلف من شخص للتاني، لأن أنا لما شفت في الخطاب شفت كلام تاني خالص، والأخبار شافت كلام تاني، واليوم السابع شافت كلام تالت. التحرير بتقول إنه المؤشرات اللي بتأكد على كده اجتماع الرئيس بمجلس أعلى القوات المسلحة. طبيعي يعني، ما هو بيجتمعوا في أي وقت وفي أي لحظة، وبعدين الوضع في سيناء برضو يخليك نقول إن أنا ممكن أشوف إن الاجتماع بتاع النهاردة جزء منه الحدوتة بتاعت سيناء، او جزء منه انه الفريق حجازي كان راجع من السعوديه فيما بعد اجتماع رؤساء الاركان فيما يخص الموضوع بتاع القوى العربيه المشتركه. فهل ممكن يكون ده؟ ما اعرفش، انا مؤشرات بالنسبه لي ممكن تقول كده. نمره 2، دعوه مجلسي الدفاع الوطني والامن القومي للانعقاد. مش ما هو نفس الامر يترتب، اما سيناء واما كذا كذا او التطورات اللي بتحصل في المنطقه. نمرة 3، تصريحات السيسي باب المندب امن قومي. السيسي قال باب المندب امن قومي تقريبا 25 مره قبل كده، من فترة كبيرة جدا. فهل معناه انه من 25 مرة قبل كده، من شهرين مثلا على الاقل، كنا بنتكلم في ان هي اقتربت برضه؟ برضه مش فاهم. انه سيسي قال لن نترك اشقائنا في الخليج، ده اما سيسي قال مسافة السكة قبل كده. يعني كلها مؤشرات معادة ومكررة، اشمعنى المرة دي بتأكد لك انه في، او التحرير بتشوفها ان هي راحة ناحية التدخل البري. وبعدين بقى شفت المؤشر ده، عشان المؤشر ده اكتر حاجة مضايقاني. قال لك نمرة 4، اجتماع رؤساء الاركان العرب في الرياض. ما اجتماع رؤساء الاركان العرب في الرياض ده اصلا مخطط ومرتب ليه علشان القوه الدفاع العرب المشترك، ووارد في الوثيقه بتاعت او اعلان شرم الشيخ. يعني يجوز. التحرير كمان عامله الحقيقه منشط اعتقد ان احنا لازم يكون لينا متابعه ليه في الايام اللي جايه. هما بيتكلموا عن ازاي عاصفه الحزم وصلت الى الاعلام المصري، وانه ازاي انه حكاية السعودية والاقتراب من السعودية ونقد السعودية خلى إعلاميين مصريين تعرضوا لعدد من الانتقادات. وكاتبين في هذا التحليل إنه مصادرة البرامج حسب الأهواء السياسية والضغوط الدينية بعيدا عن معيار المهنية. وهنا سؤال، هو يا جماعة هو في دول ما ينفعش حد يقرب منها؟ وفيه أنا أعتقد إنه ولا حد من الثلاثة اللي صورهم موجودة، أو سواء أستاذنا إبراهيم عيسى أو ليليان داوود أو إسلام، اتكلم عن دولة عربية بشكل مش كويس. انت بتتكلم عن موقف سياسي، تحليلك ورؤيتك لموقف سياسي، تحليلك ورؤيتك لاتجاه فكر لدولة معينة. فالتلاتة ما اجرموش، فبالتالي الاعلام مش لازم يدفع الثمن في الحاجات دي. الاخبار بقى زي ما قلت لحضرتك كانت برضو شايفة حاجة تانية غير اللي شايفاها التحرير. يعني المنشط بتاع الاخبار يودينا في سكة تانية خالص. السيسي في منشط الاخبار بيقول لن نتخلى عن اشقائنا ونتحرك لحل سياسي في اليمن.
وهو قال كده فعلا، لكن واضح انه الحته دي سقطت من ال 12 في التحرير علشان تمرر فكره التدخل العسكري. وقال بعد اجتماع 6 ساعات بالمجلس الاعلى للقوات المسلحه: نحن امه في خطر تدافع عن نفسها وستنهض وسنتصدى بكل ما اوتينا من قوه لمن يقترب من الاشقاء بالخليج. نروح بقى للبيان نفسه. اول خبر زي ما شفنا كده متصدر هو الحديث بتاع الرئيس عبد الفتاح السيسي او كلمته او تصريحاته اللي قالها بعد ما خرج من اجتماع مجلس اعلى القوات المسلحه، تحديدا فيما يخص الوضع في اليمن. الرئيس قال ان هو بيشعر ان في تخوفات من الراي العام المصري للتدخل في اليمن، وقال هو احنا هنتخلى عن اشقائنا ولا ايه؟ وقال ان استقرار اليمن والخليج جزء من امننا القومي. واتكلم في تصريحاته اللي نقلها التلفزيون المصري بعد الاجتماع مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه انه ما تنسوش انه في 3 يوليو هذه الدول ساعدت مصر قد ايه؟ والمصريين لو تطلب الامر ان هم يساعدوا اشقائهم فهيساعدوهم من غير تردد. وقال ان انا مش متخيل ان المصري يستطيع ان يتخلى عن شقيقه، وقال ان الامن القومي العربي لن تحميه الا الدول العربيه مجتمعه. وانه نحن نتعاون الان من اجل البناء والتعمير وليس من اجل العدوان. وقال ان باب المندب قضيه امن قومي وعربي زي ما قلنا. ده الكلام اللي قاله الرئيس في تصريحاته بعد المجلس. انا عاوز اخد الكلام ده في زاويه ثانيه خالص. لانه زي ما انت شفت التحرير حليت بوجهه نظر والاخبار بوجهه نظر واليوم السابع بوجهه نظر. المهم في الخبر ده يا جماعه مش كل الكلام ده، المهم ان احنا قدام دلوقتي رئيس، انا عاوزك بس تفرح بنفسك شويه. افرح بنفسك شويه عشان تعرف اللي حصل في 25 يناير او في 30 يونيو ما ضاعش هباء ولا كان حاجه ما حصلتش، افرح بنفسك لانك بقيت قدام رئيس مضطر، ركز، مضطر او فهم الوضع لدرجه انه بيطلع يجاوب على تساؤلات الراي العام ويناقشها بكل صراحه. يعني انت عندك شويه هواجس في موضوع اليمن، الناس بتسال، الناس خايفه. ف اتفقت مع الكلام اللي اتقال او اختلفت معاه، افهم ان احنا ما بقناش كم مهمل زي زمان، ما بقتش مخاوفك كم مهمل زي زمان، ما بقتش مخاوفك ولا اسئلتك يترد عليها بخليهم يتسلوا زي ما كان بيعمل مبارك. انت دلوقتي بتطلع رئيس علشان يشرح لك اللي حصل ده اهميته انه بيجي بالتوازي مع عوده الفريق محمود حجازي رئيس الاركان من اجتماعه في السعوديه برؤساء اركان الدول المشاركه في التحالف. وده خلينا نقول انه رجع ومعاه تطورات جديده في هذا النطاق. واعتقد انه الايام اللي جايه مش عاوزين نفتي فيها ولا عاوزين نعمل زي الناس اللي احنا بنقعد ننتقدها وبنقول ان هي بتعتمد على مصادر او تتوقع من مصادر مجهله. هنا مفيش مجال للاجتهادات المفتوحه. وبرضو علشان مش عاوز اظلم بس جورنال التحرير او عاوز احمله اكتر من طاقته، لا، برضو مفيش مجال لصمت وطناش من الدوله. يعني مفروض لحظه بلحظه يبقى في اداء يتوالى في نشر معلومات عن الوضع في اليمن ووضع مصر المشاركه في هذه القوات ايه علشان الناس تعرف ايه اللي بيحصل، وما نسيبش الناس فريسه للي بتنشر هنا او هناك، ولا نسيب الجرايد تقول مؤشرات. اديني انت المعلومه يا فندم، اديني المعلومه اللي تخرسني وتسكتني. اتحرك كذا وعملنا كذا والنقطه دي فيها كذا، هو ده اللي يخلي كل الناس مرتاحه ويخلي الدوله نفسها مرتاحه، لانها بتسد كل الخروم اللي ممكن تيجي منها تكهنات تربك الراي العام. الخبر الثاني اللي معانا النهارده من جريده الشروق هو خبر بعيد شويه عن الشان اليمني بقى والحدوته دي، بيتكلم عن ان المستشار هشام بركات النائب العام احال 48 متهما من انصار جماعه الاخوان للمحاكمه الجنائيه العاجله بعد ثبوت طهارتهم في قتل الصحفيه مياده اشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنه ماري جورج في احداث العنف اللي شهدتها منطقه عين شمس في مارس 2014 اخر مارس 2014. وكان اول تعليق خليط الشروق هو تعليق والد زميلتنا مياده اشرف اللي قال ده اول الغيث واول غيث قطره، ونتمنى نشوف المتهم بيتحاكم سواء كان هذا المتهم اخوان او شرطه او غيره او عفريت ازرق، اللي يهمنا ان المتهم الحقيقي يبقى جوه القفص. وبالكلام بقى عن الموت والارهاب، المصري يوم النهارده عامل بروفايل مهم جدا جدا الحقيقه، لانه برضه في اطار الارتباك اللي احنا بنتكلم عنه. كمال علام: الداخليه قتلته لكنه لا يموت. الكلام عن كمال علام اللي قدام حضرتك ده اللي محني دقنه ما شاء الله ولطيف جدا، ده قيادي في تنظيم انصار بيت المقدس او ما يقولون عنه انه ولايه سيناء.
الداخليه اعلنت اكثر من مره في بياناتها وفي مؤتمرات امنيه انها قتلته وانها اصبح في عداد الموتى. لكنه كل شويه يطلع لنا في تقرير مصور من اللي بيطلعه انصار بيت المقدس نلاقي صورته فيها، اخرها كان ال 12 يوم الجمعه امبارح يعني بعد العمليات اللي استهدفت مقرات امنيه بالعريش وصدتها قوات الجيش ببساله الحقيقه، يعني تخلينا نقول ان في تطور في مواجهه العمليات الارهابيه في سيناء. اتقال انه قتل كمال علام بحسب اللي اعلنته وزاره الداخليه في 14 يناير 2014، يعني نتكلم من سنه وشويه تقريبا، اتقال ان الراجل مات، لكنه ظهر في تقرير على صفحه ولايه سيناء بموقع تويتر في فبراير الماضي. ظهوره في هذا التقرير شكك فيه الكلام بتاع الداخليه، خصوصا ان هم بيطلعوه كانهم قاصدين جدا يطلعوه مكشوف في الوجه علشان يكذبوا الداخليه. الداخليه بنفسها مثلا ما طلعتش حتى تتكلم تقول ان ده ربما يكون حرب نفسيه. بعدها تنظيم بيت المقدس ده عمل لنا فيديو اسمه يوميات مجاهد، وطلع بطله الاستاذ كمال علام، واتنشر تاني وطلع تاني كمال علام امبارح بالليل لما نشر انصار بيت المقدس الذي يسمى بولايه سيناء ده صور من العمليات الارهابيه اللي قامت ضد عده اكمنه للجيش في الشيخ زويد الفجر بتاع الخميس، واللي راح ضحيتها 5 جنود والجيش ثأر لمقتلهم بقتل 15 عنصر ارهابي وفقا للبيان الرسمي للمتحدث العسكري العميد محمد سمير. يعني كذا مره مات وهو طلع لنا مرتين دلوقتي. انا افهم انه ربما يكون انصار بيت المقدس بيلعبوك نفسيا ان هو انت تقول كذا كذا، بس انت لازم تطلع توضح ولازم يكون عندك الدليل ولازم تكسب قصه ثقه الناس. وبرضه خلي بالك ده بيفكرنا بالقصة القديمة بتاعت شادي المناعي. شادي المناعي ده أكتر واحد مات في مصر بعد حسني مبارك. الداخلية تطلع كل شوية بيان مقتل الإرهابي شادي المناعي، يقوم طالع بعد شوية عمك شادي المناعي في صورة أو في عملية وقاعد على اللابتوب وقاعد بيهزر وقاعد بيكتب، وبعد شوية ممكن يطلع بيلحن أغاني محدش عارف يعني.